تعالوا نسوي اندومي بالبيتزا. نودلز صب عليه ماي مغلي، ما نخليه هواي، اقل دقيقة ونشيله. زيت زيتون، طماطة مقشرة، ثوم، ملح، فلفل اسود، رشة اوريجانو، نخلط. نزل النودلز عليه صوص البيتزا والبهارات مال النودلز، نخلط. شوفوا انا عندي 4 نودلز، استخدمت البهارات مال 3 بس، نشيله منها ونجي هنا. خلي النودلز عليها جبن موزاريلا، شرائح بابروني وبعد جبن موزاريلا، ونذبها بفرن حرارة من فوق حتى يذوب الجبن. جهزت، بسم الله. كلش لذيذة، ملينا من طعم الاندومي العادي.